بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي الحبيبة، أحييكم وأسعد بصحبتكم في التعليق على المباراة النهائية، المباراة القمة، نهائي كأس مصر بين أقوى فريقي في كرة السلة الرجال في مصر هذا الموسم، فريق النادي الأهلي بطل دوري المرتبط وفريق نادي سبورتينج بطل كأس مصر السابق، نسخة مكررة من نهائي كأس مصر العام الماضي. إن شاء الله بالتوفيق لفريق النادي الأهلي اللي بيبتدي بأحمد السلعاوي رقم 7، سيف سمير رقم 8، إبراهيم الجمال رقم 9، أحمد جمال وكريم دهشان. نادي سبورتينج أحمد هشام، هيثم كمال، وادي بلوك رائع من أحمد سلعاوي لأحمد مهيب، برافو يا سلعاوي. كريم دهشان، سيف الجمال، يلا يا نجم الجمال، بتعمل عليه تراب، توصل لسيف سلعاوي، سلعاوي بيحاول يوصل، بيطلع تاني لاحمد ابراهيم الجمال، ابراهيم الجمال فاضل 6 ثواني، بيشوط ثلاثيه ابراهيم ما بتجيش، يا سلام يا سلعاوي، برافو يا سلعاوي. هو ده اللي كنا بنتكلم عليه في الاستوديو التحليلي، ان سلعاوي وسيف لازم يقوموا بدورهم. الهجمه لاحمد هشام 2-0 للنادي الاهلي. هيثم كمال، هيثم كمال، محمد صلاح بيخش، السلعاوي بيعمل دفاع جيد وهو عمل بلوك رائع لمحمد صلاح وبياخد منه فاول. حكام المباراه شايفين ده الحكم تامر عبد الفتاح، كابتن وائل عبد الحي، كابتن ياسر طه. مباراه نهائي كاس مصر، المباراه النهائيه، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. سلعاوي، سلعاوي لسيف سمير، بينجح في التصويب والتسجيل، برافو يا سمير، 4 نقاط لصالح لا شيء. احمد هشام، هيثم كمال، محمد صلاح، احمد هشام، ابراهيم حجازي بيشوط ثلاثيه ما بتجيش، بيلمها سيف، كريم دهشان، كريم دهشان بيحاول يخش، برافو يا كريم، هارد لاك يا كريم، لمها سلعاوي، برافو يا سلعاوي، توقع من ايديه، ياخدها ابراهيم، محمد صلاح، هيثم كمال بيحاول يلعب واحد على واحد على سيف، هيثم كمال يا سيف بيدافع، حاطط ايديه على دراع اللعيب ويحصل على خطا هيثم كمال من سيف سمير. ادي طارق خيري بيكلم احمد جمال، اتمنى التوفيق لطارق واولاده، وان شاء الله زي ما فريق السيدات كسب الكاس امبارح امام نادي سبورتنج يكون اليوم برضو تتويج لفريق الرجال امام نادي سبورتنج. مباراه صعبه يا جماعه على الفرقتين، فرقتين اصحاب خبرات عاليه، الفرقتين بيقودهم 2 من اعظم المدربين واكثر المدربين في مصر المواسم الماضيه، القدير احمد مرعي في نادي سبورتنج والقصير البكير طارق خيري في النادي الاهلي. هيثم كمال بيسجل النقطه الاولى، ما بيجيبش الثانيه لما سيف سمير، كريم دهشان، كريم دهشان، طبعا احنا عرفنا ان في اصابات كتير قوي في النادي الاهلي بس موجودين داخل التشكيل. كريم دهشان بيخش يبنيها اي حاجه، بيحاول يطلعها للهوب لسيف سمير لكن ما بياخدهاش سيف سمير، تطلع اوت سايد، بدايه جيده من الفريقين. هيثم كمال بيروح على سيف وبياخد الفاول الثاني من سيف، سيف بيدافع بطريقه وحشه جدا، ما بيتحركش برجليه، وده اللي كنا بنقوله ان سيف سمير ومحمد العدل لازم يقعدوا اكتر حاجه في الملعب علشان طارق الغنام ياخد فترات قليله. سيف سمير في اقل من دقيقتين بيرتكب 2 فاول، طبعا طارق الغنام طارق خيري اسف هيضطر يطلعه، بقى في فاول تراب البدري قوي على سيف سمير. هيثم كمال بيسجل الرميه الحره الاولى، ما بيجيبش التانية لمها سيف سفير، سيف سمير، 4-2. كريم دهشان، أحمد سلعاوي، أحمد سلعاوي بيحاول يلعب واحد على واحد، الفرقتين بيلعبوا بنفس التكتيك أهو، برافو يا أحمد يا سلعاوي، أحمد سلعاوي بيسجل وبياخد وان مور أو رمية إضافية. أنت لو شفتوا الثلاث أربع هجمات اللي فاتوا، الاثنين المدربين بيلعبوا بنفس الطريقة، بيدوا الطريق الكورة للعيب طويل ويفتحوا له الملعب وبيخش واحد على واحد. ان حادي هيثم كمال عملها ودخل وخد 2 فاول من سيف، وده احمد سلعاوي عملها ودخل وخد فاول وحط الباسكت وعمل رميه اضافيه، برافو يا سلعاوي. 6-7-2 لصالح النادي الاهلي، تغيير
خرج محمد صلاح في نادي سبورتنج ونزل خورشيد وادي فاول على احمد جمال بدري قوي بقى الفاول بيعمل ضغط الفرقتين بيضغطوا على اللاعب حامل الكره من بدايه الملعب طبعا ده ليه تكتيك وليه اهداف تكتيكيه من ان هو ياخر الهجمه يخلي الفرقه تلعب تحت ضغط من البدايه هيثم كمال قاطع فاضي ازاي ده يا جماعه اكيد بيلعبوا بيقطع تحت الباسكت فاضي تصبح النتيجه 7-4 سلعاوي اهو زي ما بقول لكم دلوقتي سلعاوي هو اللي بياخد الكوره كلاعب طويل عشان يخلص الضغط المعمول ابراهيم الجمال اتعامل عليه تراب يدخلها لسيف سمير يلف سيف سمير ما يحطهاش يلمها نادي سبورتنج محمد الليسي يلمها طلع على هيثم كمال ليسي شوت ما تجيبهاش احمد جمال بيلم الكوره يلا جيمي النادي الاهلي بيلعب من غير محوريه اي لعيب يلم الكوره من ثلاثه مصريين بيبقى هو صانع الالعاب توصل لكريم الدهشان طلعها على احمد جمال سلعاوي حاول يلعب واحد على واحد بيلف تقطع ثلاث ثواني على الهجمه احمد جمال ثلاثيه ما تجيش هيثم كمال يلم الكوره تسقط للليسي يا احمد هشام احمد هشام لعيب خبره هيثم كمال احمد هشام مهيب بشوط ما تجيبهاش يلمها ابراهيم الجمال كريم الدهشان للجمال لسيف سمير باصه رائعه برافو يا جمال اسيست رائع وقطعه جيده جدا من سيف سمير بيسجل ويحصل على خطا شخصي بيستوجب رميه اضافيه بيرفع النتيجه ل 9-4 وعنده رميه اضافيه برافو يا سمير هو ده الكلام هو ده المستوى الرائع اللي احنا عايزينه منك لكن عايزينك تصحى في الدفاع وعايزينك تخف فاولاتك شويه يا سيف برافو عليك سيف سفير الرميه الاضافيه بيسجل سيف رائع يا سيف 10-4 لصالح النادي الاهلي ونفس الحكايه هو النادي سبورتنج بيخلص من الضغط من اللعيب طويل هو اللي بيطلع الكوره هيثم كمال لابراهيم حجازي لهيثم ابراهيم الجمال بيتسلم يا جمال يا فنان بس اتقطع منه تاني يا سلام يا ابراهيم حجازي دخلها حلوه جدا لهيثم كمال اسيست رائع وهيثم كمال بيسجل تتعدي النتيجه ل 10-6 لصالح النادي الاهلي الجمال لسه ما اشتغلش الجمال من احسن اجنحه مصر في الوقت الحالي سيف سمير للجمال يلا يا جمال ايوه يا جمال اشتغل يا جمال برافو عليك يا ابني يا جمال يا غزال تسلم ايديك ثلاث نقاط للجمال 13-6 لصالح النادي الاهلي برافو يا ابراهيم هيثم احمد هشام ماشي ابراهيم الجمال بعد ما سجل رميه ثلاثيه بيعمل خطا ملوش لازمه خطا من الحد النهائي من الحد الجانبي اسف لصالح نادي سبورتنج بعد تغيير احنا قلنا اتكلمنا ان الكابتن مرعي على طول بيع تغييراته كتير مفيش لعيبه بتقعد كتير في الملعب واديك شايف في خلال النص الهاف تايم في اكتر من 8 لعيبه لعبوا وائل جوشه نزل هيثم كمال للليسي لمهيب مهيب بيخش ما يجيبهاش لكن بيلمها الليسي ويحط يا جماعه الريباوند تحت الباسكت شويه كره بنقطتين 13-8 لصالح نادي الاهلي كريم دهشان احمد سلعاوي كريم بيحاول يخش برافو يا كريم يا واد يا دهشان يا وحش وحش في الدخول يا كريم يا دهشان نقطتين جديدتين لصالح النادي الاهلي 15-8 برافو يا كريم هيثم كمال في سبورتنج وائل شوشه من نجوم منتخب مصر هيثم كمال ثلاثيه ما بتجيش يلمها دهشان اون فاير برافو يا دهشان جمال احمد جمال سلعاوي بيحاول يلعب واحد على واحد بينزلها لسيف برافو يا سلعاوي برافو يا سيف بس الكره بنقطتين تاني سيف من تحت الباسكت 17-8 في الوقت ده احمد مرعي بيطلب التايم اوت الاول بتاعه بعد الاداء الرائع اللي بيأديه فريق النادي الاهلي يلجا احمد مرعي القدير لتايم اوت لنادي سبورتنج زي ما قلت لكم
النادي الاهلي هذا الموسم حصل على اول بطولات الموسم، حصل على بطوله دوري المرتبط، والنهارده اهو بيلعب في الدور النهائي لكاس مصر. ان شاء الله ربنا يوفقه طارق خيري واولاده. وكان النادي الاهلي في دور في طريقه لنهائي كاس مصر تغلب في دور ال 16 على وادي دجله 54-40، وتغلب على نادي الترام في دور الثمانيه 63-37، ويتغلب على نادي سموحه في الدور قبل النهائي، نادي سموحه العنيد الذي يقوده ابن النادي الاهلي الكابتن اشرف توفيق باقتدار. لعب مع الاهلي ماتش كان في منتهى الصعوبه، واستطاع النادي الاهلي النفوذ بفارق سله واحده 61-59. الجهاز التدريبي والجهاز الفني للنادي الاهلي طبعا الكابتن طارق خيري المدير الفني، اسلام علي نجم الاهلي السابق مدرب عام، المهندس حسني الجرحي مشرف عام على جهاز كره السله، الكابتن شريف علي مدير اداري، والكابتن رضا السيد اداري الفريق دينامو اللي احنا بنرجع له في كل التفاصيل اللي عايزينها، والكابتن اكرم شرباجي محلل فني، والدكتور اسامه فرج طبيب الفريق. نعود للمباراه 17-8 للنادي الاهلي. هيثم كمال ويوسف شوشه، يوسف شوشه ابن زميلنا العزيز وصديق الملاعب وائل شوشه، باباه كان لعيب جيد جدا في نادي سبورتنج يوسف، بس ابنه احسن منه بالامانه، يوسف احسن من وائل بكتير. زعلش يا وائل، ده ابنك برضه، لكن الكره تيجي في ايده في رجل يوسف وتطلع اوت. احمد جمال دفاع ضاغط بطول الملعب من نادي سبورتنج زي ما قلنا في الكباتن الكبار في الاستوديو التحليلي. احمد سلعاوي اول ذا واي، لكن بيتعمل له بلوك، سيف سمير بيجيبها تاني، بيحصل على فاول من احمد هشام. سيف سمير برافو يا سيف، متابعه رائعه. احمد سلعاوي بيتكلم الحكم بيقول له انا تعرضت الفاول، الحكم بيقول له لا خطا، يستلزم رميه جانبيه من الحد الجانبي النادي الاهلي. ابراهيم الجمال هيطلع الكره، الحكم بيقعد الكابتن المساعدين الكابتن طارق وفريق النادي الاهلي، بيطلب من اللاعبين البدلاء ان هم يقعدوا على البنش، مش عايز حد واقف، وده صح طبعا في القانون، لازم ما يبقاش فيه حد واقف غير المدير الفني فقط. تغيير، هيثم كمال خرج ونزل محق خرشت، جمال، كريم دهشان اول ذا واي هيروح، لا يا كريم وحشه بتقطع منه، خدها يا شوشه سلام يا ولد، يا سلام يا ولد، هارد لك يا شوشه. بيعمل تغيير اتجاهات رائع يوسف شوشه يا جماعه، بيحصل على خطا، رميتين حرتين لصالح يوسف شوشه، نجم من نجوم كره السله، نجم من نجوم منتخب مصر يوسف شوشه، سجل رمي الحره الاولانيه، برافو. شوط رمي الحره الثانيه يوسف شوشه بيسجلها، تغيير ثاني زي ما قلنا لكم، كابتن احمد مرعي على طول بيعمل تغييرات في اللاعبين، عايز يبقى دايما فريش مثل احمد منير دلوقتي. وادي احمد جمال بيوصل اول ذا واي، برافو يا جمال، هايل، ابتدى يرجع لمستواه احمد جمال ويسجل نقطتين للنادي الاهلي، تصبح النتيجه 19-10. هيثم كمال، احمد منير لصانع الالعاب بيخش، عابدين برافو عابدين، لكن ياخدها احمد سلعاوي لكريم دهشان لاحمد جمال، احمد جمال سلعاوي دهشان يديها للسلعاوي تاني، لكن الحكم بيحسب خطا على يوسف شوشه، كابتن وائل عبد الحي بيصفر عليه خطا. لو شفتوا الفلسفه اللي بيلعب بيها الكابتن احمد مرعي والفلسفه اللي بيلعب بيها الكابتن طارق خيري، الكابتن احمد مرعي بيعتمد على التغيير السريع للعيب، يعني لغايه دلوقتي احمد مرعي ولسه ما خلص الربع الاول اشرك 10 لاعبين، طارق خيري لغايه دلوقتي اشرك 5 لاعبين، عشان كده كنا بنقول ان الكابتن احمد مرعي دلوقتي بريم الجمال، برافو يا جمال، بيحط النقطه الاولانيه من التو شوتس اللي حصل عليهم، جمال هداف النادي الاهلي
برافو يا جمال. والنقطه الثانيه 21-10 صالح النادي الاهلي. احمد منير، احمد منير نجم سبورتنج، النجم التاريخي لنادي سبورتنج، نجم التاريخي لمنتخب مصر احمد منير، اسطوره كره السله الاسكندريه احمد منير. ثلاثيه خبرات عاليه، لسه ما كملتش الكوره، بقول لكم احمد منير اسطوره كره السله الاسكندرانيه، من الاساطير الاسكندرانيه. برافو يا منير. ثلاثيه يبقى 21-13 لصالح النادي الاهلي. كريم دهشان، احمد سلعاوي، اللعبه بيلعبوا عليها على طول واحد على واحد. محمد العدي نزل في الوقت مكان سيف سمير علشان عمل اتنين فاول. جمال، سلعاوي، شوت يا سلعاوي ما تخافش، ما بيجيبهاش. العدلي بيقاتل عليها، العدلي تخبط في دي وتطلع اوت سايد لصالح نادي سبورتنج. احمد منير عبدين 21-13، واحنا لسه في الربع الاول من مباراه النهائيه لكاس مصر التي ستحدد بطل الكاس موسم 2018. وادي منير قصيره يا احمد، يا سلام عليك يا دهشان، وهو بيلم الكوره. برافو يا كريم يا دهشان يا نجم، بيلم الكوره وهو بيلمها يعوقه لاعب النادي سبورتنج. ودلوقتي سبورتنج ارتكب اكتر من اربع اخطاء شخصيه، علشان كده اي فاول على نادي سبورتنج دلوقتي هيبقى فيه تو شوتس للنادي الاهلي. كريم دهشان على خط الرميه الحره، الرميه الحره اهم مهاره بتؤدى في كره السله. ركز يا كريم، او التصويبه الوحيده التي تؤدى بدون منافس، بدون دفاع، بجال الاولى وبيجيب الثانيه. برافو يا كريم يا دهشان، كريم محمد دهشان ابن النادي الاهلي من قطاع الناشئين. برافو يا كريم. 22-13 شوشه لعيب خطير. منير، احمد منير، برافو يا منير، بيطلعها لعبدين، عبدين لمنير، لكن ياخدها منه الجمال، احمد جمال، احمد جمال، بيوصل احمد جمال، ما تجيش حافل الباسكت خالص، بيطلب الحكم فاول ما بيحسبلوش. عبدين، شوشه، منير، احمد منير النجم السكندري. وادي خطا على الليسي في ستار متحرك غير قانوني، بيحسبه الحكم ياسر، حكم ياسر طه من منطقه الاسكندريه. برافو عليك يا كابتن ياسر، صح، ممنوع انك تعمل ستار وتتحرك وانت بتعمل ستار على اللاعب المدافع. كريم دهشان، كريم دهشان بيقوم بدور صانع العاب دلوقتي. طبعا مود الجرح عنده اصابه بس ان شاء الله يشارك. وعندنا النجم مهند الصباغ صانع الالعاب عنده رباط صليبي، ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه ان شاء الله. ترجع الكره لاحمد سلعاوي، الجمال، هارد لك يا جمال، بتلف وتخرج. محمد العدلي بيحاول يعمل ريباوند، الكره تخبط في ايده وتخرج بره. 22-13 لصالح النادي الاهلي، واحنا لسه في الربع الاول. احمد منير، عبدين، احمد مرعي هادي، شاورلهم على اللعبة. الليسي، شوشة عابدين بيحاول يوصل وبيقف بياخدها. الليسي خرشت ما بيجيبهاش، لما تاني عابدين، شوشة، أحمد منير ما بتجيش. برافو، لماها خرشت وهو بيلمها بيعوقه أحمد جمال، يبقى خطا على احمد جمال، خطا على النادي الاهلي. برضو النادي الاهلي ارتكب اكتر من اربع اخطاء، علشان كده اي فاول على النادي الاهلي هيبقى بتصويبتين. ادي مود الجرح بيتكلم، هو طالع الغنام مع محمد العدلي، طبعا دورهم كبير في الفرقه، لعيبه خبره بيقوموا بدور مساعد المدرب مع الكابتن اسلام. خرش بيضيع الرميه الحره الاولى، خرشت لعيب خبره ما بيجيبش الرمية الحرة التانية، لكن بيروح يلمها. برافو يا خورشيد، الريباوند يا شباب، الريباوند يا لعيب النادي الأهلي. شوشة، شوشة، يا سلام يا شوشة، برافو عليك. عابدين بيشوط ما بتجيش، خورشيد بيلمها، لكن هو بيلمها، لا لسه في الملعب. أخيرا بيلم أحمد جمال الكورة، أحمد جمال، أحمد جمال، كريم دهشان،
كريم دهشان بيأدي، واضح ان هو خلاص اخر هجمه لان 24 سنه، وبيشوط كريم بثلاثه ما بتجيش، يلمها منير، وهكذا ينتهي الربع الاول بتقدم النادي الاهلي 22-13 لصالح نادي سبورتنج. النادي الاهلي كان مأدي بصوره جيده في الربع الاول، وزي ما قلت لكم ان كابتن طارق خيري بيحاول ان شاء الله يحصد اللقب الثاني هذا الموسم بعد ما حصد لقب الدوري المرتبط. لكن يا جماعه طارق خيري بيتعرض لظروف صعبه جدا جدا من الاصابات. انا عايز اقول لكم ان كابتن طارق الغنام ده اول مره يتمرن، مش يلعب، يتمرن من شهر ونص، عنده اصابه من شهر ونص كابتن طارق الغنام، وتحمل على نفسه ولعب المباراه الماضيه امام سموحه في الدور قبل النهائي، واصر انه يلعب مع انه مش جاهز بدنيا، ولعب على فترات وكان موفق الحمد لله. عنده النهارده اصابه مهمه جدا جدا، ابراهيم ابو النصر، يعني احسن جناح بعد ابراهيم الجمال في النادي الاهلي واحسن جناح بيدافع في فرقه النادي الاهلي، اصيب في المباراه اول امس بجزع في القدم، فمشاركته برضو عليها شكوك. مودي الجرحي اللي بيعاني من فتره طويله من اصابه في وتر اكيلس ابتدت تؤلمه بعد مباراه سموحه، وان شاء الله يقدر يشارك على فترات. فطبعا دول لعيبه، مصطفى الشافعي برضو عنده اصابه، فطارق خيري ربنا يكون في عونه اما يبقى عندك اللعيبه الجامده ديت متعرضه لاصابات. بس انا شايف الاهلي بمن حضر، طول عمرنا بنقول كده ان الاهلي بمن حضر، الولاد بيلعبوا بروح عاليه، كريم دهشان بيأدي بدور صوره عاليه، احمد جمال بيأدي بصوره رائعه، سلعاوي بيأدي بصوره رائعه، سيف بيأدي بصوره رائعه، وطبعا الخبير والقدير ابراهيم الجمال هايل، ومتقدمين لغايه دلوقتي 22-13. بنرجع تاني مع بدايه الفتره الثانيه، دهشان في ضغط عليه لكن برافو عليه بيتحكم في الكوره، دهشان يا عدلي يا عدلي بيدي كوره لعدلي، العدلي يسيبها تروح للجمال، سلعاوي يلمها، نزل ابراهيم بن نصر الحمد لله طمنا عليه رقم 23، جمال تتقطع من جمال، تبقى لسه الكره في حيازته، فاضل ثانيتين، سيف سمير يا جماعه ارتكب خطأين بدري قوي، عرضنا الموقف في الفاول ترابل او بقى عنده مشكله، طبعا لازم طارق خيري كان يسحبه فسحبه طبعا ونزل عدلي، ودي تغيير تاني في نادي سبورتنج، هيثم كمان نزل وطلع خورشيد، فاضل ثانيتين على الهجمه، كريم دهشان العب يا كريم قبل ما يحصل خمسه فاول، خمس ثواني فعلا اخر في تطلع الكوره، طبعا القانون بيقول ان انت لو بتطلع الكوره من الاوت لازم تلعبها في اقل من خمس ثواني، فالحكم بيعدله خمس ثواني فبيبقى اوت سايد عليه. احمد منير، الليسي، هيثم كمال، شوشه هيثم كمال، عبدين بيخش، جال عدلي بيلعب معاه دفاع جيد، بيلمها من فوقيه تاني، لسه الكره تايهه توصل، لسه الكره تايهه يا جماعه، لسه تاخد شوشه ما يتسابش يا جماعه، الحمد لله لعبها اير بول. احمد منير وهتعرض لاصابه خطيره، احمد منير اعتقد جاله التواء في الكاحل، الف سلامه عليك يا احمد. احمد منير لعيب محترم، لعيب خلوق، لعيب تاريخ، نتمنى لك كل سلامه يا احمد يا نجم مصر، اعتقد ان الاصابه جامده، الف سلامه عليك يا احمد يا منير، الف سلامه. نزل له بسرعه دكتور الفريق، في اللحظات ديت ممكن اقول لكم الجهاز التدريبي للنادي سبورتنج، المدير الفني لنادي سبورتنج الكابتن احمد مرعي القدير، كابتن احمد مرعي تاريخ في كره السله، سواء لاعبا او مدربا، من اكثر المدربين الذين حصلوا على بطولات سواء في نادي الجزيره سواء نادي سبورتنج، تاريخ. والمدرب العام كابتن عمرو السبخي
والمدير الاداري اللي انا بشكره الكابتن سامح صلاح على ما ادولينا بكل التفاصيل اللي ممكن تدفعها لنا من نادي سبورتنج. احمد منير خرج، ارجو له الشفاء وارجو ان تكون اصابه بسيطه. الف سلامه يا حماده، الف سلامه يا منير يا نجم. وائل شوشة دخل الكوره، وائل شوشة نزل عز مكان منير، عابدين عز، عابدين عز، عابدين بيخش اديها حلوه قوي يا ولد يا عابدين، برافو يا ولد، برافو يا ولد، بيديها حلوه قوي لخرشد اللي نزل تاني، اسيست رائع من عابدين، خرشد بيسجل، تبقى 22-15. احمد سلعاوي اهدى يا احمد، اهدى يا احمد، حاول يعمل اول ذا واي لكن تتقطع. شوشه، هيثم كمال، عابدين لعز، شوشه، هيثم كمال، خرشد، خرشد بيدافع عليه كويس العدلي، بدا ياخدها. اوكي الحكم بيصفر كره مشتركه، كره مشتركه، يبقى هنشوف الحازه هتبقى لصالح نادي سبورتنج. كان زمان الكره المشتركه دي بيتلعب من اقرب دايره كره قفز، دلوقتي كل مره بياخدها لعيب فرقه بالتبادل. النادي الاهلي هو اللي كان بدا الربع الثاني، فعشان كده سبورتنج هو اللي هياخد كره القفز ديت، فتبقى اوت سايد لصالح نادي سبورتنج. هيدخل الكوره يوسف شوشه، شوشه بيندلها لهيثم كمال، هيثم بيماوي بطريقه رائعه وبيسجل نقطتين من تحت ايد محمد العدلي، يتقلص الفارق ل 22-17. ابراهيم ابو النصر، كريم الدهشان، كريم الدهشان، اتحركوا يا جماعه، ابو النصر، العدلي، العدلي بياخدها منه خرشت، مؤمن ابو العينين نازل دلوقتي، يا سلام يا مؤمن، ثلاثيه رائعه من مؤمن ابو العينين ملك الثلاثيات، لاعب النادي الاهلي، ثلاثيه 25-17، برافو يا مؤمن في اول نزول واول لمسه للكوره، مؤمن ابو العينين بيسجل، مؤمن نزل مكان كريم دهشان، وادي هيثم كمال بيشوط ويروح يلم ما يجيبهاش تاني، واوت سايد لصالح النادي الاهلي. دلوقتي الكابتن طارق الخيري نظر لاصابه مودي وبيريح كريم دهشان، مودي الجرحي، فبيلعب ابراهيم الجمال اللي هو صانع اللعب، هو الاسلوب بتاع الكابتن طارق خيري ساعات بيطلع من ان لازم يبقى عنده صانع العاب دي، ان اي حد من اللعيبه الاسرين هو اللي يمسك الملعب. مؤمن ابو العينين ودفاع ضاغط، احمد سلعاوي بيحل لنا مشكله دفاع الضاغط دي، بس لازم يهدى شويه بعد ما بيحلها. مؤمن ابو العينين، مؤمن، مؤمن بيدافع عليه هيثم كمال، عملت في حاجه اسمها سويتش اتعملت او تبديل في الدفاعات، الطويل راح مسك القصير والقصير مسك الطويل، يعني جه هيثم كمال، احنا بنشوف الحكم بيعمل ايه، عمل تكنيكال فاول على الفريقين. وائل عبد الحي، تمشي الدنيا زي ما هي، بيبقى فاول للنادي الاهلي. مؤمن ابو العينين، مؤمن ابو العينين تقريبا اقتربنا من نص ال الربع الثاني، ان شاء الله هبلغكم بالزمن، ان شاء الله هيبلغوني بالزمن وابلغكم بيه. ابراهيم الجمال تتقطع منه، وادي نقطتين لصالح نادي سبورتنج بيسجلهم عز، يبقى النتيجه 25-19. يا سلعاوي يا جميل بيخش، محمد العدلي، محمد احمد السلعاوي بيعمل اسيست رائع لمحمد العدلي، وهو طالع محمد العدلي يتعرض لاعاقه، خطا يستوجب رميتين حرتين. محمد العدلي هتفتتح، هتفتتح رصيدك من نقاط ولا لا يا عدلي؟ اول نقطه ما بيسجلش العدلي، ركز يا عدلي انت لعيب خبره. محمد العدلي وأريم الحره الثانيه ما بيسجلش ويلمها عز،
عز ليسي هيثم كمال برافو يا جمال بيقطع منه الكوره وكان المردود بتاعها ان هيثم كمال خبطه فيبقى خطا على هيثم كمال برافو يا جمال يا خبره بيقطع الكوره منه ترجع الكوره لصالح النادي الاهلي وادي دفاع ضغط زي ما قلنا اللي بيحله لنا اللعيب الطويل احمد السلعاوي وده اسلوب من اسلوب ضرب الدفاعات الضاغطه بيلعب مع هيثم كمال مين هيتحرك يستلم بيقطعها منه هيثم كمال يا سلعاوي يا سلعاوي ليه الاخطاء دي هجوم سريع وبيسجل هيثم كمال وبياخد خطا يبقى نقطتين ورميه اضافيه 25-21 رميه اضافيه لهيثم كمال تغيير هنشوف مين اللي هينزل كريم الدهشان ومصطفى الشافعي بنريح بيهم ابراهيم الجمال واحمد السلعاوي عملوا اللي عليهم لازم يطلعوا ياخدوا نفسهم برافو يا طارق يا خيري علشان الماتش طويل مش معنى ان اللعيب بيطلع يا جماعه ان بيعمل حاجه وحشه اللعيب بيطلع عشان نريحه شايفين احمد مرعي كابتن احمد مرعي بيغير كل ثلاث دقائق كل ثلاث دقائق نفس الحكايه احنا بنطلع لعيبتنا تاخد نفسها عشان ترجع تاني واللي داخل هيبقى افضل من اللي خارج ان شاء الله هيثم كمال بيسجل النقطه الاضافيه يبقى 25-22 اعتقد او 25-21 مؤمن مؤمن الشافعي هيحل لنا المشكله بتاعت الخروج من الدفاع الضاغط لكن بيروح للتراب لكن خبره الشافعي بتخليه يمسك الكره كويس الشافعي كريم دهشان كريم دهشان كريم دهشان بيوصل لكن الكره بتتقطع في السكه ترجع تاني للشافعي نشوط على الباسكت فاضل ثانيه خلاص 24 ثانيه مش باصين على ال 24 ثانيه طبعا لما فرقه بتعمل دفاع جيد بتلاقي البنج كله بيقوم يحييهم ففرقه سبورتنج عملت دفاع جيد ما خلتش النادي الاهلي يلعب في ال 24 ثانيه فالحماس زاد عندهم 25-22 شوشه ثلاثيه من شوشه ما بتجيش بيحاول يلمها عز لكن الحكم بيكتشف خطا على لاعب من لعيبه النادي الاهلي في الريباوند ترجع الكره تاني لفريق نادي سبورتنج طلع الاوت توصل لعبدين هيثم كمال هيثم كمال المهيب يلمها محمد صلاح اللي نزل دلوقتي كابتن مرعي بيغير كتير قوي الواحد مش عارف يركز في اللعيبه هيثم كمال برضه 24 وبرضه النادي الاهلي ينجح يلعب دفاع جيد جدا لمده 24 ثانيه زي ما عمل سبورتنج ترجع تاني الكوره للنادي الاهلي و25 22 دفاع ضاغط هو بطول الملعب من نادي سبورتنج دفاع ضاغط من طول الملعب من نادي سبورتنج كريم دهشان نحل الكوره ونطلعها له شافعي دهشان شوفوا 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 التفنس او القوه اللي بيلعب بيها سبورتنج يا جماعه الدفاع بيلعب دفاع بعنف مشروع بطريقه مش معقوله وده اللي عودهم عليهم الكابتن احمد مرعي لكن في بعض الاحيان العنف دوت بيتطور انها اخطاء فعشان كده دايما اخطاء فرقه سبورتنج كتير في الدفاع اوتسايد لصالح النادي الاهلي من تحت سله سبورتنج مين اللي هيطلعها يا جماعه؟ ما حدش عايز يروح يطلعها. محمد ابو العينين راح يطلع الكوره من تحت الباسكت. العدلي الشافعي محمد ابو العينين العدلي العدلي بيلعب واحد على واحد يطلعها للشافعي يا شافعي يا شافعي يا شافعي يا خبره ثلاث نقاط من الشافعي يبقى 28-22 يا سلام يا شافعي برافو عليك. كرة ناس سبورتنج محمد صلاح يا العدلي بيلمها دهشان ابو العينين شافعي بيهدي خبره كبيره الشافعي هو ده الكلام اللي بنتكلم فيه ان لازم النادي الاهلي يتحكم في ريتم المباراه شافعي بيعمل كده دهشان ابو العينين ابو النصر هارد لك العب
خطأ لصالح العدلي، الحكم تحت الفرهاش، لكن الكابتن ياسر طه هو اللي صفرها. خطأ للعدلي، اوتسايد لصالح النادي الاهلي. لا، النادي سبورتنج ارتكب اكتر من 4 اخطاء شخصيه، عشان كده محمد العدلي هيشوط رميتين. يلا يا عدلي، انت لسه مضيع 2، ركز، عايزين نفتتح رصيد نقاطك. عدلي اخيرا افتتح رصيد نقاطك، برافو يا عدلي، نقطه للنادي الاهلي. والثانيه ما بيسجلهاش، تبقى 29-22. العدلي حاطط واحده من 4. معلش يا عدلي، ركز في اللي جاي. عابدين، صلاح، مهيب اللي نزل، مهيب ما بيجيش اير بول، العدلي بيلمها في الاخر، تروح لكريم دهشان المتالق النهارده. يا سلام عليك يا كريم، يا سلام يا ابني، برافو يا كريم. كريم دهشان، هارد لك، هارد لك، كانت باصة حلوة بس اتقطعت في السكة. صلاح لمهيب، بيدافع عليه كويس قوي قوي مصطفى الشافعي. يا سلام عليك يا شافعي يا خبرة، يا سلام عليك يا شافعي يا خبرة، دافع دفاع رائع، خلى مهيب يجلي الكورة، لكن في الآخر الكورة تطلع اوت لصالح نادي سبورتنج. شوشة هيطلع، شوشة لسه ما شفناش مستواه الكبير اللي أنا عارفه. شوشة، الحكم بيطلب من عامل الصالة ان هو ينشف الارض للحفاظ على سلامة اللاعبين. يا سلام يا جماعة لو نعرف فاضل قد ايه على الكوارتر. شوشة 29-22، واحنا لسه في الكوارتر الثاني من المباراة النهائية لكأس مصر للرجال، سبورتنج الاهلي، زي ما كان ختام نهائي كأس مصر السيدات امبارح سبورتنج الاهلي. بنشوف النادي الاهلي كسب امبارح، وان شاء الله يحصد النهارده الكاس مره ثانيه. شوشه، عابدين، هيثم، شوشه، فشوشه، واحده من وسط المدينه زي ما بيقولوا الامريكان، بيسجل 3 نقاط، يضيق الفارق ل 29-25. برافو يا شوشه، لعيب جيد جدا. شافعي، مؤمن، هارد لك يا مؤمن، بترجع تاني تتلم، توصل للشافعي، الشافعي، ابراهيم ابو النصر، ابراهيم ابو النصر يا جماعه بيلعب وفي اصابه جامده جدا في رجله. مؤمن ابو العينين بينزلها للعدلي، العدلي بيحصل على خطا من خورشيد، برافو يا ابو العينين، اسيست رائع من النجم محمد ابو العينين، اسف مؤمن ابو العينين، لمحمد العدلي، لميتين حرتين لمحمد العدلي. يلا يا عدلي، انت مجالي 3 وجايب 1، عايزين الاثنين دول يا عدلي. الرميه الحره الاولى محمد العدلي، هارد لاك، تخش وتخرج، ركز في الثانيه. يلا محمد، الرميه الحره الثانيه لمحمد العدلي، ما توصلش، يبقى اوت سايد لصالح النادي الاهلي. شوف بقى اهميه الرميات الحره يا جماعه، العدلي ما خدش تصويبات، خد 3 فاولات على الباسكت، جاله منهم 6 شوطات، جاب 1 من 6، يعني هو ضيع من رصيده 5 نقاط ممكن كانت تتحط في رصيده من رصيد النادي الاهلي. معلش يا عدلي، متعوضه، النادي الاهلي بيرجع زون 2-3 زي ما قال الكابتن احمد الجرح في الاستوديو، ممكن يرجع ليها. وادي بس بسرعه عز بيرد عليهم وبيقول لهم لا انا هنا، ويسجل 3 نقاط، يرتفع، يبقى ارتفع سبورتنج من 28 نقطه 29-28. دفاع ضاغط من نادي سبورتنج، وطارق غنام نازل في اخر دقيقه. يلا يا طارق، يا طارق، هارد لك يا طارق، بيلمها ابو النصر، برافو ابو النصر، بيطلعها تاني لكريم الدهشان، لابو النصر بيحاول يروح 1-1. يا سلام يا ابو مستصفى، لكن الكره تتقطع من ايده، توصل لاحمد هشام. شوشة اطلع يا جماعة، الحمد لله ما جاتش. يا سلام يا طارق يا غنام، بلوك رائع لهيثم كمان، هو ده طارق الغنام، شفت يا جماعة، العو اهو، العو اهو، طارق الغنام اهو، واخد بلوك من اقصى الارتفاعات وهو بيلمها بعد ما عمل البلوك. هيثم كمال بيرتكب ضده خطأ،
رميتين حرتين لطارق الغنام، ربنا يديك الصحة يا طارق. رميتين حرتين كابتن نادي الأهلي طارق الغنام. الأولى يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك، تسلم إيديك طارق الغنام نجم الأهلي، ولعبه وعدله بيسجل 2 من 2، 2 من 2 وهو لسه نازل يا جماعة. شوفوا الخبرات، شوفوا الموهبة، ما شاء الله يا طارق. 31-28 لصالح النادي الأهلي. النادي الأهلي بيلعب زون ديفنس، ماتشاب أقول لكم ماتشاب ده يعني لعيب بقى بتتحرك مع لعيب. وده أحمد هشام تلاتة ما تجيبهاش، يلمها خرشد، بس طبعا البعبع واقف له تحت الباسكت، توصل إبراهيم حجازي بيخش. طارق الغنام عامل ستارة تحت الباسكت ما شاء الله، خايفين يخشوا. شوشة قصيرة يلمها النادي الأهلي، وبيحسب الحكم خطأ مزدوج على كل من طارق الغنام وخورشيد، لكن الكرة بتستمر في حيازة النادي الأهلي. واوت سايد لمصلحة النادي الأهلي، والنتيجة 31-28، وبنقترب من نهاية الربع الثاني. وادي طارق خيري الله يكون في عونه، موقف صعب بيتعرض له النهارده، ان شاء الله ربنا يكرمه. ووراه الكابتن شريف علي والكابتن اسلام علي والدكتور ششتاوي، جهاز متعاون وبيبذلوا اقصى ما يمكنهم للارتقاء بمستوى السله في النادي الاهلي، ربنا يوفقهم. بس وحش قوي يا جماعه، حد خرج الكوره كده، بس كريم دهشان يلحقها، دخلها لمصطفى الشافعي. دفاع الضغط بطول الملعب، طارق خيري دايما بيعتمد ان اللعيب طول هو اللي يقصده الدفاع الضغط ده. كريم دهشان، كريم دهشان، كريم دهشان، يتعمل له بلوك من خورشيد، وتوصل ل ابراهيم حجازي ينقل الكره بسرعه، هجوم سريع بيسجل ويحصل على رميه اضافيه، خطا من مصطفى الشافعي. النتيجه بتوصل 31-30 ورميه اضافيه لنادي سبورتنج. ابراهيم حجازي، حجازي، حجازي ورميه اضافيه بيسجلها، برافو يا حجازي. 31-31، وفي الوقت ده هو طارق خيري بيطلب تايم اوت. يا ريت الكاميرا تجيب لنا السكور بورد نعرف فاضل قد ايه لو نقدر. تايم اوت لصالح النادي الاهلي. احنا قلنا مشوار النادي الاهلي للوصول للمباراه النهائيه، اما مشوار نادي سبورتنج ففي دور ال 16 التقى سبورتنج بنادي تانتا الرياضي وقدر يفوز عليه. نادي سبورتنج ما لعبش في دور 32 لانه كان بطل كاس العام الماضي. في دور الثمانيه التقى مع نادي اصحاب الجياد من الاسكندريه وفاز عليه. وفي دور الاربعه كانت اقوى المقابلات في طريقه للنهائي مع نادي الزمالك، واستطاع ان هو يفوز 61-59، نفس النتيجه اللي فاز بيها النادي الاهلي على نادي سموحه، ليصل للمباراه النهائيه. وهو بيلعب النهارده مباراه نهائيه مع النادي الاهلي. ويا جماعه انا مش عايز الناس تتقد ان النادي الاهلي كان كسبان فرق 7 وفرق 6 والسكور رجع. مباريات كرة السلة بين الفرق الكبيرة كده، في فريق بيروح ان شاء الله 15 بونت و16 بونت، وممكن الفريق التاني يعوض ويكسب، بس ان شاء الله يعني مش يعني نأمل ان ربنا يوفق النادي الاهلي. فالمباراة دي معلقة لغاية اخر ثانية بقى، ما كان لو فريق طلع 7 و8 بونت مش ممكن يكون هو اللي فاز، هتلاقي الفرق التانية بترجع في المباراة. نرجع للماتش مرة تانية، الكرة تطلع كريم دهشان عليه دور كبير قوي يا جماعه النهارده، كريم دهشان لان مودي مصاب، طلعها لطارق الغنام، طارق الغنام باد باص يا طارق، معلش معلش. تتقل الكوره لصالح نادي سبورتنج، احمد هشام، احمد هشام، شوشه، احمد هشام يا جماعه ما يتسابش فاضي، ده هشام ما يتسابش فاضي، ده كل مصر عارفه ان الراجل ده سعود 3 بونت. لاول مره بيتقدم نادي سبورتنج 34-31 على النادي الاهلي،
واحنا بننهي الربع الثاني. ابراهيم ابو النصر، ابراهيم ابو النصر، سيف سمير، اسف مصطفى الشافعي، دهشان يا واد يا دهشان. انا قلت ان الولد دوت هو اللي هيعمل معانا الفارق. 3 بونت من الدهشان، نتعادل 34-34. برافو عليك احمد هشام. احمد هشام بيجي سكرين من ابراهيم حجازي، شوشه 3 بونت. برافو يا شوشه. يا جماعه مستوى عالي جدا من الباسكت، الفريقين فيهم لعيبه جامده جدا. استمتعوا معايا زي ما انا مستمتع بهذا اللقاء الجميل. الشافعي دهشان بيهدي بعد ما يخرج من الضغط دوت. كريم دهشان بياخد ستار من طارق الغنام. كريم دهشان اول ذا واي. برافو يا دهشان يا ولد يا ولد يا كريم يا دهشان، نجم يا ابني والله انت النهارده. ويحط الباسكت، نقطتين للنادي الاهلي ورمية إضافية لكريم دهشان. 38-37 لصالح النادي الاهلي، 38-37 ورمية إضافية لكريم دهشان. كريم دهشان والرمية الإضافية، معلش بتعمل الصعب وتجلي السهل يا دهشان، ولا يهمك. وادي احمد هشام بيرمي الكرة اي حاجة عشان الوقت انتهى، وفعلا ينتهي زمن الربع الثاني. اعتقد ان النتيجة 38-37 لتقدم النادي الاهلي. كان شوط رائع، استراحة قصيرة ناخد فيها الانفاس ونرجع لكم تاني مع نهائي كأس مصر الرائع. لا فعلا النتيجة 37-36 لصالح سبورتنج. استراحة قصيرة ونعود مرة تانية ليكم ان شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي قناة النادي الأهلي، أرحب بكم مرة أخرى في المباراة النهائية لكأس مصر كرة السلة رجال بين فريقي النادي الأهلي ونادي سبورتنج الرياضي نادي الإسكندرية الرياضي. الشوط الأول انتهى بتقدم نادي سبورتنج 37-36، وكان الربع الأول انتهى بتقدم النادي الاهلي 22-13. المباراه دي زي ما قلت لكم في الشوط الاول لن تنتهي الا مع الثواني الاخيره من المباراه. النادي الاهلي قدم ربع اول جيد جدا جدا، ونادي سبورتنج عدم في المباراه في الربع الثاني. تالق من النادي الاهلي في الربع الاول والثاني كريم دهشان كان هايل، وإبراهيم الجمال وأحمد السلعاوي كانوا أفضل اللاعبين في الربع الأول من جانب النادي الأهلي. سيف سمير بدأ بداية جيدة جدا جدا، ولكنه حصل على خطأين فنيين فاضطر الكابتن طارق خيري إن هو يسحبه. الناحية الثانية تألق بصورة كبيرة هيثم كمال وخورشد ويوسف شوشة. إن شاء الله كل التمنيات الطيبة لفريق النادي الأهلي بالفوز، وإن هو إن شاء الله يكلل الدعم الكبير اللي بيقدمه ليه مجلس الإدارة، والذي يتمثل في إن الأستاذ العمري فاروق ذهب بالأمس إلى معسكر الفريق بأحد الفنادق واجتمع باللاعبين وحثهم على الفوز بكأس مصر. طبعا كل الدعم بيلقاه كل الألعاب من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ونائبه السيد العمري فاروق وكل أعضاء مجلس الإدارة الكرام اللي متواجدين منهم الناس في الملعب دلوقتي بيشجعوا الفريق ان شاء الله للمكسب. ان شاء الله ربنا يوفق الاولاد. وزي ما قلت لكم ان فريق النادي الاهلي للاسف كابتن طارق خيري الله يكون في عونه صديقي العزيز
انه عنده مشكله اصابات، فبيحاول ان اللعيبه تلعب المصابه اقل وقت ممكن ويؤدي باللاعبين الاخرين. والحمد لله يعني الاهلي بمن حضر واللاعبين الاخرين كانوا عوضا جيدا عن اللاعبين المصابين. يعني مود الجرحي طبعا مؤثر جدا، هو موجود في التشكيل بس مش عايز يدفع بيه دلوقتي، كابتن طارق خيري في مركز صانع الالعاب، فبيقوم بهذا الدور كريم دهشان على خير وجه. ابراهيم النصر تحامل على نفسه ونزل وادى، بس طبعا مش قادر يقدم كل قوته زي ما قلت لكم، عنده جزع في انكل رجله. كابتن طارق الغنام مصاب من فتره طويله ويمكن دي تاني مره يشترك، فكابتن طارق بيحاول ما يشتكوش كتير، نزل اخر دقيقتين في الربع الثاني. لكن كانت بدايه سيف سمير هايله، لكن حصل على فاول ترابل او حصل على الفاولين، فاضطر الكابتن طارق خيري يطلعه، استعان بمحمد العدلي في هذا المكان. وفي نفس الوقت احمد سلعاوي كان بادي بدايه جيده جدا جدا، واستعان بمكانه بالكابتن مصطفى الشافعي. بالتوفيق ان شاء الله. الناحيه الثانيه فريق سبورتنج من الفرق المقاتله والعنيده، فرق اللي عايز اقول لكم ان اخر 5 سنوات متواجد بالكاس 5 سنوات متتاليه، في انجاز كبير للكابتن احمد مرعي المدرب القدير والذي صنع تاريخا كبيرا للنادي سبورتنج، 5 كاس بطولات للكاس واكثر من 3 بطولات للدوري العام. ما شاء الله احمد مرعي صاعد البطولات. المباراة صعبة بين فريقين انا اعتقد ان هم افضل فريقين موجودين وليهم نادي الجزيرة. في مدار ال4 سنوات الماضية دايما كل النهائيات ما بتخرجش عن الفريقين دول مع نادي الجزيرة. السنة الماضية النادي الاهلي فاز ببطولة المرتبط ولعب نهائي مع سبورتنج في الكأس، ولعب نهائي مع سبورتنج في اسف في الكأس النهائي هذا العام. نهائي دوري المرتبط كان بين فريقي الاهلي والجزيره. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في الشوط الثاني. انتظرونا واستمتعوا معنا بهذا اللقاء اللي انا استمتعت جدا جدا بالشوط الاول، كان في باسكت رائع. اللاعبين في الفريقين الفريقين يمتلكوا عدد كبير جدا من اللاعبين الجيدين والممتازين، وزي ما قلت لكم سواء في الاهلي في عندنا اللعيبه اللي احنا قلنا عليهم، اللعيبه الكبيره، اللعيبه المتالقه ابراهيم الجمال وكريم دهشان وطارق غنام واحمد السلعاوي وسيف سمير وابراهيم ابو النصر ومود الجرح اللي لسه ما شفناهوش. الناحيه الثانيه في لعيبه كبيره جدا جدا جدا، الكابتن احمد منير الذي اتمنى له كل الشفاء العاجل بعد اصابته اعتقد بالتواء في الكاحل في خلال المباراه مع نادي سبورتنج. النجم الرائع اللي انا على المستوى الشخصي بحبه كلاعب كابتن يوسف شوشه، اللي عندهم كابتن احمد هشام، مش احمد هشام صانع الالعاب، عندهم هيثم كمال، عندهم خرشيد، عندهم عابدين، عندهم مجموعه كبيره من اللاعبين، يعني من احسن لاعبي مصر بيلعبوا في الفريقين. عشان كده بقول لكم انتظروا ان تستمتعوا بال الربع الثالث والرابع والشوط الثاني اللي هيبدا حالا، وانا متوقع ان هيبقى فيه نديه جامده وان المباراه لن تنتهي غير في اخر ثواني المباراه. الحكم بيطالب اللاعبين بالدخول، الحكام المباراه اليوم الكابتن ياسر طه من الاسكندريه، كابتن وائل عبد الحي من منطقه القاهره، والكابتن تامر عبد الفتاح من منطقه القليبيه حكم ثالث. كل التوفيق للحكام، ربنا يعينهم على اداره المباراه، لان المباراه يا جماعه المباراه فعلا فعلا عصبيه وهتفضل عصبيه كده لغايه النهايه. ان شاء الله ربنا يوفق الحكام وفي اداره المباراه. ابتدت الفرق تغش، هنشوف التشكيل اللي هيبتدي بيه كل فريق. شايف النادي الاهلي هيبتدي بمؤمن ابو العينين اللي جات
كريم دهشان نجم الشوط الاول، طارق الغنام، صفا الشافعي، كرة تطلع مقطوعة لكن يطلع بيها الاوتسايد تاني لشوشة، واحمد جمال اعتقد اللاعب الخامس في النادي الاهلي. النادي سبورتنج بادي بعبدين وشوشة وابراهيم وخورشد، بيلعب اربعة صغيرين. شوفوا الضغط يا جماعة، شوفوا الضغط على الكورة. ابو النصر، شافعي بيرتكز، طلعها على طارق الغنام، مؤمن ابو العينين، الغنام ثلاثيه ما بتجيش، لمها خورشت، عبدين لخورشت، شوشه يدي رقم ابراهيم حجاز رقم 23، يشوف 23 ما تجيش. كريم دهشان مع عز بيدافع عليه، كريم لسه الكرة معاه، مفيش حد بيتحرك له. طارق الغنام تتقطع من كريم، توصل لحجازي، من عبدين، خورشد، عبدين بيوصل للباسكت، شوط اي كلام لمها طارق الغنام، طارق الغنام لابو النصر، ابو النصر واضح ان هو مش في حالته لان دوت مش مقدرته على الجري، انا شايفها. مؤمن ما تجيبهاش لكن لمها ابو النصر، برافو ابو النصر، لسه السكور ما تغيرش. وادي ابو النصر بيخش لكن ارض لك ما بيجيبهاش. عز بيلم الكوره، شوشه وهو داخل يخبط مصطفى الشافع على وشه كده اهوت، بس اعتقدش يقصد شوشه. الحكم بيقف المباراه عشان يشوف مصطفى الشافعي ماله، ما حصلش تغيير في السكور من ساعه منذ ان بدا الشوط. تغيير، الشافعي خارج ونزل احمد سلعاوي، اوت سايد لصالح النادي الاهلي. فالحكم طبعا وقف المباراه عشان الاصابه، كانت الكوره في حس النادي الاهلي. ابو النصر سلعاوي عشان يخلص هو المشكله، مع حجازي، سلعاوي، ابو النصر، السلعاوي بيلف وبيرتكز. سيف سمير نزل دلوقتي مكان طارق الغنام، شوشه بيحصل على خطا من ابو النصر، رميتين حرتين لصالح يوسف شوشه. يوسف شوشه رميتين حرتين، شوشه بيسجل رمي الحره الاولى، رابع يوسف، رمي الحره الثانيه لصالح شوشه، ما بيجيبهاش لكن لعيبه سبورتنج دخلت قبل ما يشوط، فعشان كده الحكم حسب خطا على نادي سبورتنج. اوت سايد لصالح النادي الاهلي، نادي الدفاع المتقدم اللي بيعتمد عليه كابتن احمد مرعي، دفاع ضاغط بطول الملعب، صعب المهمه على لعيبه النادي الاهلي في الاستلام وفي التمركز. لكن كريم ده عشان بيستلمها، كريم مع ابراهيم حجازي، كريم اللعيبه مش قادره تفضله، كريم بيحتفظ بالكوره كتير لان اللعيبه مش بتفضاش. الجمال بيشوطها مستعجله شويه، يلمها شوشه عايز يروح اون زواي، شوشه طلعها، خدها مؤمن ابو العينين، مؤمن بالجمال، ده لسه مسجلش اللي مع بدايه الفتره دي. الجمال هارد لك يا جمال، فاضي وكان لازم يشوطها ما جاتش، معلش. تطلع اوت سايد على صالح النادي سبورتنج، اوت سايد النادي سبورتنج، والنتيجه 36-38 لصالح سبورتنج. واحنا بنلعب في الربع الثالث لسه، تغييرات سريعه من مرعي،
كابتن احمد مرعي، نزل خورشيد، عبدين مع الكرة، عبدين، هيثم كمال، هيثم كمال، عز، هيثم كمال، ثلاثية ما بتجيش وتطلع اوت سايد، اوت سايد لصاحب النادي الاهلي. الريتم وقع شويه في اللعب، مش ده الباسكت اللي كنا بنشوفه الربع الاول والثاني، مش عارف بقى العنصر البدني ولا في ايه. احمد سرعاوي، سرعاوي، ابراهيم الجمال، ابراهيم الجمال، سرعاوي، دهشان، يا سلام يا دهشان، نجم المباراه بلا منازع كريم الدهشان، بيحرك السكور ويحط ثلاثيه ليتقدم النادي الاهلي 39-38. برافو يا كريم، برافو يا دهشان. كرة تبقى مع شوشه، شوشه، عز، خورشيد يحاول يلف بسيف، خورشيد، برافو يا خورشيد، بيلعب واحد على واحد ويلف بسيف ويسجل، ترجع النتيجه تقدم سبورتنج 40-39. سلعاوي، احمد سلعاوي، مؤمن، يا سلام يا مؤمن، ثلاثيه رائعه من مؤمن، 42-40 لصالح النادي الاهلي. عبدين، عز، اسف، خرشي، شوشه، شوشه، لعبدين وهو طالع، مؤمن ابو العينين بيرتكب معاه خطا، رميتين حرتين لصالح نادي سبورتنج، الحكم مصفر رميتين ولا هنشوف الدقيقه اوت سايد. وادي مرعي بيعمل، كابتن احمد مرعي بيعمل تغييراته السريعه والكتيره. شوشه، اسف، الشوشه اللي بيرمي اوت. عبدين، عبدين بيحط ثنائيه بنتعادل 42-42. كريم دهشان 42 الكل، كريم دهشان شايل الجيم لوحده في ظل اصابه مود الجرحي. كريم، كريم يدخلها لاحمد سلعاوي، اسيست كويس، سلعاوي قصيره، توصل الكره عند مين؟ شوشه، بلوك رائع من احمد السلعاوي. الحكم بيقولوا انها خبطت في رجليه وطلعت اوت. برافو يا سرعاوي، 42-42. احمد سرعاوي خرج الكوره، جمال، يلا يا جمال، يلا يا نجم، عايزين نلعب بقى، عايزين نلعب بمستوانا. هيثم بيقطعها من ايديه، تطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي 42-42. تغيير، شوشة خارج، ونزل ابراهيم حجازي اعتقد، حكم بيوقف من اللعب علشان لعيب يربط الجزمة. عبدين، مؤمن ابو العينين، الجمال، الجمال لسه معبرش عن مستواه النهارده، جمال لعيب رائع، افضل مسجل في النادي الاهلي، بيحاول، سلعاوي، سلعاوي، سلعاوي وهو داخل بيحصل على خطا يستوجب، شوف هيدي رميتين حرتين ولا اوت سايد، رميتين حرتين لصالح السلعاوي. ابتدى الهرج والمرج في الملعب، لازم الحكام يسيطروا شويه، لازم يقعدوا اللعيبه علشان المباراه ما تهربش من ايديهم. رميتين حرتين، وادي وائل عبد الحي بيحذر الجمال وخورشيد، الكباتن الفريق ان اي حد هيتكلم هياخد خطا فني. رميتين حرتين للسلعاوي، 42-42. يلا يا عوه، يلا يا نجم، يا ابن النجم سلعاوي، ابن كابتننا الكبير طبعا محمد سلعاوي، بيضيع الرميه الحره الاولى احمد،
احمد السرعاوي لما الحره الثانيه بيسجل احمد السرعاوي 43 42 لصالح النادي الاهلي. النادي الاهلي كمان بيلعب دفاع ضاغط من اول الملعب اهو. مش عارف في تغييرات ثانيه ولا ايه. ابراهيم حجازي حجازي سبورتنج عابدين بيحاول يخش طلع لحجازي ثلاثيه ما تجيش للمهدي هشام المتالق دفاعيا وهجوميا. برافو عليك ابو العينين بيموه. سيف سمير بيطلع يعمل ستار لدهشان. يلا يا مؤمن يلا يا مؤمن اثنين ورا بعض يا مؤمن يا ابو العينين برافو عليك. ثلاثيه يرتفع رصيد النادي الاهلي ل 46 42 سبورتنج. عابدين شوشه حجازي ده تنزل كره هيثم كمال بيسجل نقطتين 46 44. مباراه ابتدت ترجع تاني المباراه جميله زي ما شفناها في الشوط الاول. دهشان بيدافع عليه عابدين يقطعها منه جود ستيلي عابدين وبيحط سكور ويتعادل الفريقين 46 46. ابتدى الحماس يزيد. سلعاوي بيوصل لغايه الاخر. يا سلعاوي لازم ما تخش كل مره تعمل كده. وادي عابدين بيوصل يجليها هو كمان وفي قتال. سيف ما كانش لسه رجع وتبقى الكره اوت على صايد على نادي الاهلي. لازم الحكام تقعد اللعيبه دي يا جماعه علشان الدنيا ما تفلتش منهم. اه في حماس وفي كل حاجه لكن لازم نعمل كنترول على الماتش الحكام. الماتش هيبقى عصيب ولسه كل ما نخش على الثواني الاخيره والامتار الاخيره المباراه كل ما تزداد العصبيه. فلازم الحكام يسيطروا. عابدين بيطلع الكوره شوطها بسرعه عشان ما فيش وقت يلمها تاني. حجازي لعابدين شوشه. يا سلام يا شوشه يا سلام يا ابني. انا بقول لكم ده لعيب جيد جدا ده اخطر لعيب في نادي سبورتنج. ما شاء الله عليك يا نجم يا ابن النجم. شوشه ثلاثيه النتيجه تبقى 49 46 ثلاثيه. مؤمن ابو العينين 49 الاهلي 49 سبورتنج. المباراة رائعة. مهيب احمد مهيب بيوصل بيعمل اسيست بس كريم دهشان بيدافع بطريقة جيدة. برافو يا كريم. ترجع تاني هيثم كمال دبل تيم من ابراهيم الجمال. برافو عليك يا جمال يا خبرة. يقطعها كريم دهشان. مؤمن ابو العينين سيف ثلاثية ما بتجيش. هارد لك يا سيف. توصل الكرة لعابدين مهيب وهو داخل. سيف بيرتكب خطأ ضده. رميتين حرتين لصالح مهيب وده الخطأ الثالث على سيف اعتقد. ركز يا سيف مش عايزين اخطاء. شوطين لاحمد مهيب. نتيجة 49 49. الحكم بيهدي الموقف بيهدي اللعيبه بيقعد اللعيبه. هدي الكابتن احمد مرعي. كريم دهشان وادي الظهور الاول لمود الجرحي نجم الفريق ابن النادي المصاب وبيلعب وهو مصاب بيتحمل على نفسه. ربنا يوفقك يا مودي. ما بيجيبش الشوطه الاولانيه احمد مهيب والشوطه الثانيه واحنا لسه بنلعب في الكوارتر الثالث. احمد مهيب بيسجل ويتقدم سبورتنج 50 49. تغيير احمد هشام نازل مكان مهيب. كابتن احمد مرعي فلسفته التغيير الكتير بيعمل تدوير كتير في اللعيبه
مؤمن بيدافع عليه احمد هشام، مؤمن ابو العينين، مودي الجرحي، سيف سمير، مودي مايسترو الفرق مع المايسترو سيف سمير، سلعاوي تدفع جامد جدا على ابراهيم الجمال، مؤمن ابو العينين، ثلاثيه وبيحصل على خطا من احمد هشام، خطا بثلاث رميات، تاخد الجميل اتلعب علشان مؤمن ابو العينين يطلع فاضي، وفعلا وهو بيشوط احمد هشام اعاقه، يبقى مؤمن ليه ثلاث رميات حره، بيهدي نفسه بياخد نفسه بيربط الحذاء، تغيير تاني في سبورتنج، خرشت خرج ونزل محمد صلاح، ثلاث رميات حره لمؤمن ابو العينين، 50 سبورتنج 49 الاهلي، مؤمن وادي طارق خيري بيتكلم احمد السلعاوي، ربنا يكون في عونك يا طارق انت ومرعي بجد، يعني الشغلانه صعبه الشغلانه بتاعتنا دي في ماتشات زي ديت، هارد لك لمؤمن بيجلي الاولانيه، مؤمن ابو العينين بيجيب الثانيه، لو فيها مؤمن الرميه الثالثه لمؤمن ابو العينين، واحنا لسه في الربع الثالث، كم واقفين المباراة؟ أعتقد في ضرب الإنذار بتاع الحريق في الصالة، فالصوت عالي جدا جدا، فالحكام مستنيين لغاية ما ينتهي، المسؤولين على الصالة بيحاولوا يوقفوا هذا الصوت العالي، الرمية الثالثة المؤمن أبو العينين، ما تنساش ان هو خد خطأ بثلاث رميات، يلا يا مؤمن يلا يا نجم، وبيسجل برافو، سجل 2 من 3 وتقدم الاهلي 51-50، سبورتنج عابدين، محمد صلاح، شوشة احمد هشام، شوشة يطلعها على عابدين بيحاول يخش ما بيجيبهاش لما سيف زي الوحش، برافو يا سيف، مودي الجرحي بيتحكم في قاع المباراة، برافو يا مودي، ناخد وقتنا ما نستعجلش، سيف سلعاوي مودي، مؤمن ابو العينين، ثلاثية بس معاه ديفنس، يلمها عابدين، وقفوا الجمال، توصل الكرة لإبراهيم حجازي، هشام، عابدين بيحاول يروح، شوشة هيوصل بسيف لغاية الآخر، فعلا سيف بيرتكب الخطأ، بيتحصل سويتش، شوشة ما يتعملش معاه سويتش، ياخد الحكم الخطأ الرابع أعتقد على سيف سمير، اتحط في مشكلة، أكيد طارق خيري الكابتن طارق خيري هيستبدله، إلا لو كان ده الخطأ الثالث بس، أوتسايد لسبورتنج عابدين، فعلا شوشة بتطلع منه بصوتها مستعجل، يلمها السلعاوي، مودي بيظهر له، إيه ده يا سلعاوي ما تعديش وتروح للباسكت، أيوه كده، مؤمن أبو العينين، لكن السلعاوي بيحصل على خطأ من رقم 23 إبراهيم حجازي، تغيير سيف سمير طبعا هو ارتكب خطا فعنده مشكله، على طول بيدخل الكابتن طارق خيري طارق الغنام مكانه، مودي الجرحي بيقطع للسلعاوي، لمودي للسلعاوي، بيحاول يلف محمد صلاح، بيحاول يلف ويرتكز ويروح، لكن ما بتحطش باسكت، يلمها محمد صلاح، هشام، عابدين، احمد هشام ده ابن واحد من اللي عملوا تاريخ كره السله النسائيه في نادي سبورتنج، الكابتن هشام سعيد ربنا يديله الصحه وطوله العمر،
كابتن احمد هشام هو نجله ابن صديقنا العزيز كابتن هشام سعيد. خطا لصالح نادي سبورتنج، نادي الاهلي ارتكب اكثر من 4 أخطاء، ففي رميتين حرتين لنادي سبورتنج لاحمد هشام، وادي مرعب يمارس هوايته في التغيير، بيطلع محمد صلاح وينزل خورشيد وبيطلع وائل شوشه، هنشوف نزل مين مكانه. احنا لسه في الكوارتر الثالث، احمد هشام بيسجل الرمية الحرة الأولى، نزل أحمد مهم مكان شوشة، أحمد هشام والرمية الحرة الثانية ما يسجلهاش، لكن خرشت بيلمها من تحت طارق الغنام بتاع الجمال، لسه الكرة حايرة توصل لهشام بيلمها أي حاجة، واضح إن الكوارتر بينتهي، وانتهى الكوارتر الثالث ب تعادل الفريقين 51-51. في انتظار الربع الرابع اللي هيحسم هذه المباراة، فعلا 51-51، مباراة جيدة يا جماعة، أنا مستمتع جدا جدا بيها، الفريقين بيأدوا أداء عالي، الاثنين مديرين فنيين الكبار بيديروا فرقهم من بره بطريقه جيده جدا، وكل واحد بيتبع اسلوبه اللي احنا اللي اتكلموا عليه كباتننا في الاستوديو التحليلي كابتن مرعي، بيتبع فلسفته اللي بتسمح له ان هو يغير كتير خلال المباراه، يعني انا اعتقد ان هو اشرك 12 لعيب خلاص. الكابتن طارق خيري بيحاول يحافظ على اللعيبه الموجودين لاكتر وقت ممكن، ويحاول يتحكم في رتم المباراة. كابتن مرعي بيلعب دفاع ضاغط all the time طول الوقت، وده بيعطل شوية الهجوم بتاع النادي الأهلي. النادي الأهلي بينوع في دفاعاته من مان تو مان لزون لدفاع ضاغط في بعض الأحيان مان تو مان راجل لراجل. مباراة ممتعة جدا، وأنا أعتقد إن أنتوا كلكم مستمتعين بيها زيي، وإن شاء الله الربع الرابع الحاسم هيبدا، وان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يوفقوا للفوز للحصول على كاس مصر بعد ان خسروا المباراه النهائيه العام الماضي بفارق سله واحده. علشان كده بنقول لكم يا جماعه ان المباريات اللي زي ديت، المباريات المتكافئه، المباريات اللي ما تعرفش مين هيكسب فيها، طبعا عامل التوفيق ل أهمية كبرى في حسم المباريات. رجعنا للملعب وبدأت الربع الرابع 51-51، كرة في حيازة سبورتنج، أحمد مهيب، أحمد هشام، دفع عليه المود الجرحي، خورشيد، شوشة اللي نزل تاني، شوشة بيوصل وبيعمل اسيست لخورشيد، خورشيد بيحصل على خطأ يستلزم رميتين حرتين، خطأ على النادي الاهلي، خورشيد لما الحرة الاولى ما بيسجلهاش. الرمية الحرة الثانية لخورشيد برضه ما سجلهاش، يلمها السلعاوي، برافو يا احمد، احمد السلعاوي وحش. مودي الجرحي يلا يا مودي، ارفع مصداق عليه، ارفع مصداق عليه، مودي يطلعها للسلعاوي لطارق الغنام، ايوه يا طارق، وفتحت مع طارق الغنام التصويبه الاولى ليه، برافو يا طارق يا نجم، ثلاثيه 54-51 لصالح النادي الاهلي، تقدم مع بدايه الشوط الرابع. هيثم كمال، شوشه، شوشه، عابدين، اسف مهيب، هيثم كمال، لا ده خورشيد بيلف وبيسجل، برافو يا خورشيد. 54-53 الجمال
يلا جمال نصحى شويه يا جمال، عايزينك تلعب شويه يا جمال. ايوه كده فعلا اكنه سمعني وبيحاول اختراقا للوصول للسله بيعكو احد لعيب سبورتنج، يحصل على خطا يستوجب رميتين حرتين لصالح ابراهيم الجمال، لاعب نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. تغيير تاني، خرج مهيب ونزل عز. ابراهيم الجمال، ابراهيم الجمال هارد لك يا جيمي، ركز ركز. وانا شايف اسلام علي، كابتن اسلام علي مدرب الفي العام بيكلم احمد السرعاوي. ابراهيم الجمال بيجلل الاثنين، 54 53 لصالح الاهلي، واحنا في الكوارت الرابع دلوقتي. شوشه، هيثم كمال، شوشه ما تسابش فاضي يا جماعه، بس الحمد لله ايربول لما هيثم. لعز، احمد هشام، احمد هشام ثلاثيه ما بتجيش يا جماعه. ريباوند يا جماعه، سعد وطارق الغنام تحت الباسكت يا جماعه، خورشيد بيعمل ريباوند وبيسجل، يتقدم سبورتنج 55 54. ابراهيم الجمال، سلعاوي، مودي الجرحي، سلعاوي، الجمال، للسلعاوي، طارق، مودي الجرحي، مودي الجرحي أول تصويبة ثلاثية ليه بيسجلها، برافو يا مودي. 57 55 هيثم كمال، أحمد هشام، أحمد هشام، شوشة ثلاثية ما تجيش، يلمها السلعاوي، الجمال فاست بريك بيسجل الجمال، برافو عليك يا جمال. 59 55 لصالح النادي الأهلي، وبنقترب من منتصف الشوط الرابع، أربع نقاط فارق للنادي الأهلي. خطأ على إبراهيم الجمال، اوت سايد لصالح نادي سبورتنج، الحكم بيوقف وبيطلب عامل الملعب عشان يمسح المايه اللي على الارض من مكان العرق. تسعة وخمسين خمسة وخمسين، وانا شايف احمد منير نزل سليم الحمد لله، نجم سبورتنج والنجم اسكندريه بس بيعرق شويه، كان تعرض لاصابه. شوشه بيحاول ينزلها لخورشيد لكن معاه احمد سلعاوي بيدافع كويس، في اختال تحت الباسكت، هيثم ما بيجيبهاش، وفي الاخر اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد للنادي الاهلي من تحت سله النادي الاهلي. مودي الجرح بيطلع الكوره، ابراهيم الجمال، ابراهيم الجمال، ايوه يا جمال، ايوه يا جمال، نشتغل كده، اجي ابراهيم الجمال. ايه ده؟ مش عارف حد يدعك على كتفه ليه؟ كان الحكم حسب خطا بس ما ادالوش تو شوتس، حسب ان هو لسه ما صوبش الكابتن وائل عبد الحي. ماشي، تغيير، كريم الدهشان نازل وطالع، مؤمن ابو العينين، برافو يا مؤمن، اوت سايد لصالح النادي الاهلي. يا سلام على التكتيك يا سلعاوي، حرام عليك، ده انت والباسكت فاضي، تكتيك رائع لكن ما يحطهاش سلعاوي. عز، منير، هيثم كمال، هيثم كمال بيوصل ما بيسجلش، لما طارق الغنام، كريم دهشان، مودي الجرحي، كريم دهشان، طارق خيري بيدير اللقاء يا جماعه بتكتيك عالي جدا، برافو عليك. الضغط دوت حط اتنين صناع العاب يتكسروا له الضغط، سلعاوي بيخاف يشوط، يديها لمودي، مودي بيشوطها بسرعه عشان الوقت كان هيخلص، ما بتجيش، يلمها خورشيد لعز، احمد منير الاصابه مأثرة عليه، يلمها خورشيد، احمد منير تاني تحت الباسكت لهيثم،
ايزم هو طالع، مودي حكم بيحسبها اوت سايد وحكم بيحسبها فاول على مودي، في الاخر هتتحسب فاول على مودي. رميتين حرتين لصالح هيثم كمان. خلاص يا مودي، خلاص يا مودي، ما جراش حاجه. وادي طارق الغنام، كتر خيرك يا طارق، طالع ونازل سيف سمير. حاول تحافظ على فاولاتك يا سيف شويه. رميتين حرتين والنتيجه 59-55 لصالح النادي الاهلي. هيثم كمال بيشوط الرمية الحرة الأولى، سجل. بيشوط الرمية الحرة الثانية، بيسجلها. تصبح النتيجة 59-57. سلعاوي بيحل مشكلة الضغط. سلعاوي، الجمال، الجمال 3 بوينت، سيارة، فاول على نادي سبورتنج، اوت سايد لصالح النادي الاهلي في الريباوند. خورشيد بيزق سيف سمير، يبقى الكرة لصالح النادي الاهلي. مودي الجرحي، كريم دهشان، الجمال، الجمال، سلعاوي، سلعاوي، دهشان، ارض لك يا كريم. يلمها احمد منير، احمد منير، برافو يا مودي، يعمل ستيل كويس قوي من هيثم كمال للدهشان، لسيف سمير، للدهشان، لسيف، للدهشان. يا ولد يا كريم يا دهشان، نجم المباراة الأول، كريم الدهشان ثلاثية، يرفع النتيجة ل 62-57. ومع الكرة ديت أحمد مرعي بيطلب التايم أوت الأول. ابتدى الشد مع الحكام والخناق مع الحكام، معرفش ليه. الماتش صايع ماشي كويس، الماتش ماشي كويس، لسه بدري. 52-57، وفي تكنيكال فاول حسبه الحكم وائل عبد الهادي، وائل عبد الحي على نادي سبورتنج. اكيد حد كلمه في تكنيكال فاول، ومرعي جاي يقول له طبعا يا جماعه في احتجاج بطريقه غير لائقه من لاعبي واداري نادي سبورتنج على الحكام، لازم نتكلم بهدوء. وائل عبد الحي بكل شجاعه بيعطي خطا فني على اتباع نادي سبورتنج. يبقى فيه رميه للنادي الاهلي وحيازه. شايف الكابتن سامح صلاح بيتخانق مع الكابتن تامر، ولسه الكابتن مرعي بيتخانق. ايه ده يا كابتن احمد؟ ايه ده، انت مدرب كبير، لم فريقك ولم لعيبتك واتكلم معاهم. وادي محمد منير بيزعق في لعيبته عشان يرجعوا في الجيم. 62-57 لصالح النادي الاهلي. المفروض في خطا فني على نادي سبورتنج يستلزم رميه وحيازه للنادي الاهلي. هنشوف الحكم هيدي ايه. وادي الكابتن طارق خيري والكابتن اسلام علي والكابتن شريف علي. انا بتكلمكم يا جماعه على اسامي عمل التاريخ في النادي الاهلي. هذا الثلاثي من اللاعبين المحترمين والاشخاص المحترمين، ربنا يوفقهم. طارق خيري بيتعرض لضغط الفتره اللي فاتت، كان حصل سوء نتائج في دوري السوبر، لكن ان شاء الله ربنا عوضه النهارده. خطا فني لصالح النادي الاهلي، خطا فني، رميه وحيازه. 62-57، خمس نقاط فارق اهو. الاحتجاج يا جماعه ملوش اي مش هيوصل لاي حاجه، بيوصل انك تاخد خطا فني. الفرقه بتشوط بعد ما كانت الكوره معاك وهتهجم انت، الفرقه الثانيه شاطت عليك شوطه وهتاخد هجمه عليك. مؤمن ابو العينين بينفذ الخطا الفني، بيسجل مؤمن، برافو عليك. ترجع بقى الحيازه، يعني الكوره هتطلع اوت لصالح النادي الاهلي مش لصالح نادي سبورتنج. وفاضل خمس دقائق و10 ثواني
على نهاية المباراة 63-57. منتصف الكوارتر الرابع أو الربع الرابع، نجم المباراة كريم دهشان، كريم دهشان، كريم دهشان طمع فيها وما جاتش. أحمد كرشد مهيب قصيرة يلمها سيف، برافو مؤمن أبو العينين، مودي الجرحي، مودي الجرحي مؤمن أبو العينين، كريم دهشان ما تجيش ثلاثية. أحمد منير، أحمد منير، هيثم كمال تحت الباسكت، أي كلام يلمها يا جماعة، ريباوند يا جماعة، خرشد يقطعها مؤمن، إبراهيم حجازي، عابدين، هيثم كمال، آسف ده خرشد بيلف بأحمد سرعاوي يسجل 59-63. مودي الجرحي، مودي الجرحي، مودي عمل خطأ مزدوج على سيف سمير و عز، سيف عنده فاول ترابل اعتقد، ده الخطأ الخامس على سيف، ما كانش ليه اي لازمه، حكم عمل خطأ مزدوج على الاثنين لعيبه في التقاء مع بعضيهم كده، سيف خرج، ربنا يعينك يا طارق يا غنام. نزل طارق قدامنا 4 دقايق ونص، ودلوقتي لاعب مؤمن ابو العينين، طارق خيري لاعب مؤمن العينين في بوزيشن 4 مع طارق الغنام، يبقى في الملعب مؤمن العينين طارق الغنام وكريم دهشان والجمال، مؤمن وسياره اعتقد خبط ايده بس الحكم ما حسبش، شوشه، شوشه فاول على ابراهيم الجمال، النادي الاهلي ارتكب اكتر من 4 اخطاء، عشان كده في رميتين حرتين لوائل شوشه، اسف ليوسف شوشه، وشوشه ده ابوه زي ما قلت لكم، يوسف ابن زميلنا ورفيق دربنا في الملاعب كابتن وائل شوشه، شوشه لاعب نادي سبورتنج السابق، يوسف بيسجل، يوسف الرمية الحرة الأولى 60-63، شوشة والرمية الحرة الثانية ما بيجيبهاش، طارق الغنام، أبو العينين، أبو العينين، مودي الجرحي، مودي الجرحي، لعيبة الأهلي طالعة بره قوي البفوتات، مودي الجرحي ضيعنا وقت طويل قوي في الدريبل، مودي الجرحي، ابو العينين، ايه الجمال؟ ما لسه ما فتحتش معاك يا جمال، بيضيعها، توصل لاحمد منير، احمد منير، احمد منير، خطأ على مؤمن، الحكم بيصفر فاول على مؤمن ابو العينين، الكابتن وائل عبد الحي زي ما صفر خطأ فني على جهاز نادي سبورتنج بيصفر اخطاء على النادي الاهلي في الدريبل، ماشي شوتين ده حسبه كمان خطا ان سبورتس لايك من خطا متعمد، غريبه دي، غريبه دي خطا متعمد ليه، احنا ما شفناش اي حاجه تستلزم خطا متعمد، مستنيين نشوف اللي اتحسب. احمد منير بيسجل، طبعا خطا متعمد يعني رميتين وحيازه، وبيسجل الثانيه، يبقى 63-63، ترجع المباراه تاني النقطه في المربع الصفر، ده خطا حسب خطا وخطا فني، يعني هو دلوقتي حسب خطا على لاعب من لعيبه النادي الاهلي، فلعيب النادي الاهلي اعترض حسب عليه خطا فني، عشان كده شاط 3 منير وهياخد الحيازه، الحكام 64-63 لصالح النادي السبورتنج،
هو سجل ثلاث نقاط. ٦٣ مظبوط كده، وفاضل ثلاث دقايق وسبع ثواني زي ما احنا شايفين. وزي ما كل نجومنا في الاستوديو التحليلي قالوا ان المباراه هتنتهي في الصافره الاخيره للمباراه. النديه موجوده 63-63 وفاضل ثلاث دقايق على المباراه. محدش يعرف مين هيكسب، ومع ذلك نتمنى التوفيق لفريق النادي الاهلي. اوت سايد لصالح نادي سبورتنج بعد الخطا الفني اللي حسبه الحكم. الحكام بتهدي وبتهدي الدنيا. يا جماعه انا عايز اقول لكم مباريات الاهلي وسبورتنج كلها بتنتهي بالطريقه دي، كلها. السنه دي في دوري المرتبط المباراه انتهت بونت، السنه اللي فاتت في مباريات الدوري ومباريات الكاس المباراه بتنتهي باسكت الفريق ده وباسكت الفريق دوت. فاستمتعوا معنا بهذا التشويق والاثاره من هذه المباراه الكبيره في نهائي كاس مصر بين الفريقين الكبيرين النادي الاهلي ونادي سبورتنج نادي اسكندريه الرياضي. كرة نادي اسكندريه، عز شوشه، شوشه بيوصل مع طارق الغنام. برافو طارق، بيعمل دفاع جيد. الجرحي دهشان، كريم الدهشان نجم المباراه الاول. كريم الدهشان، كريم سلعاوي، كريم الجمال هربان من اللعب، بيوصل للمهد سلعاوي وهو طالع. السلعاوي بيرتكب ضده خطأ، رميتين حرتين لأحمد السلعاوي. يلا يا سلعاوي عايزين نركز، محتاجين كل نقطة في الوقت ده يا سلعاوي. خد وقتك يا سلعاوي، مد ايديك ورا الكورة، اعمل الفول ثرو زي اللي ما طول عمرنا بنقول لك عليه. تغيير في نادي سبورتنج تاني. احمد السلعاوي رميتين حرتين، ما بيجيبش دم الحرة الأولى. ركز يا أحمد، ركز يا سلعاوي، كل نقطة دلوقتي ذهب، كل نقطة هتهربك من الميدالية الذهب. وما بيجيبش دم الحرة الثانية. ويلمها عابدين لابراهيم حجازي. هيثم كمال ثلاثية من آخر الدنيا وبيجيبها، تبقى نتيجة 66-63. وفي الوقت دوت الكابتن طارق خيري بيطلب التايم اوت بتاعه في وقت مناسب جدا. طبعا هيثم طارق الغنام مش قادر يطلع عليه لبره قوي كده، فاستغل ان هو فاضي، شاطها من بعيد، سجلها. يتقدم نادي سبورتنج لاول مره في المباراه بثلاث نقاط. واعتقد فاضل دقيقتين ونص 22 ثانيه. في هذا اللقاء الممتع اللي انا شخصيا مستمتع بيه جدا، وارجو من حضراتكم ان حضراتكم تكونوا مستمتعين بيه برضو. 63-66 لصالح سبورتنج في نهائي كاس مصر للرجال لموسم 2018. سبورتنج بيحاول الحفاظ على لقبه، والنادي الاهلي بيحاول ياخد اللقب اللي فقده السنه اللي فاتت في المباراه النهائيه قدام سبورتنج برضو. كل التوفيق لطارق خيري وكاتبته، واحنا شايفين اهو حتى قاعد ورا الكابتن رضا الاداري للهمام. 66-63 وفعلا فاضل 22 ثانيه. شكرا لمخرجنا، لازم نتابع الزمن في اللحظات الاخيره دي. نرجع للقاء. النادي الاهلي هيطلع كوره من تحت الباسكت، لسه الجيم فيه كتير، لسه الجيم فيه كتير يا اولاد. العب ما تستسلمش، العب على بطوله. مودي الجرحي، مودي الجرحي، مودي الجرحي،
انا شايف ابراهيم الجمال مستسلم من الرقابه قوي، لازم يلعب ابراهيم الجمال. ابراهيم الجمال عنصر هام جدا يا جماعه في الوقت دوت، لازم يلعب، بس للاسف طلع نفسه بره اللعب. يا سلام يا شاد، يا سلام يا كريم يا دهشان، كريم دهشان بيعمل اختراق رائع 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 رائع، ويدي اسيست رائع لاحمد سلعاوي اللي هو طالع ايسم كمان بيرتكب ضده خطا. يا سلعاوي يا سلعاوي ركز يا سلعاوي، مهم جدا، حركه ذكيه عملها، وقع عشان يخش بديل يشوط الشوطين دول في الوقت المناسب، بدل دخله الدكتور لازم يتغير، عايزين واحد يغيره ويخش يشوط. حركه ذكيه من احمد سلعاوي، حركه ذكيه من طارق من طارق خيري. طبعا احمد سلعاوي لسه شاط شوطين ما جابهمش، ففي الوقت دوت اجباري، القانون بيجبر اللعيب يخرج ينزل الشافعي ان شاء الله يكون نسبته احسن منه ويسجل. ده المدربين واللعيبه اللي بتشتغل على القانون وازاي نستغله في مصلحتنا. يلا يا شافعي، يلا يا شافعي، لعبتين مهمين جدا. الشافعي بيسجل، برافو برافو يا شافعي. والثانيه الشافعي، يا سلام، برافو يا شافعي وبرافو يا طارق يا خيري. قصير مكير يا جماعه المدرب ده، فعلا عمل تغييره عشان يحط نقطتين في وقت مناسب، يخلي الفارق نقطه واحده 66 65. كره مع سبورتنج، شوشه عابدين، فرشد بياخد خطا من طارق خيري، من طارق الغنام، طارق بيخبطه كده من غير ما بيقصد، ممكن برضه يكون هو برضه استنى الدكتور ينزله عشان يغير نسبتك مش كويسه ولا ايه يا خورشيد. لا واضح ان هو اتخبط في وشه. خلاص يا طارق، ايه ده؟ ايه ده؟ عشان مش عايزين ناخد خطا فني. برضه لازم يتغير وينزل لعيب تاني يلعب الشوطين. شوف مين هينزل يشوط الشوطين. ستة وستين خمسة وستين وبنقترب من نهاية المباراة. نزل أحمد منير عشان يشوط الشوطين. اتنين مدربين واللعيبة بقوا خبرة خلاص بيقدروا يستغلوا. طبعا احمد منير من المفروض ان نسبته عاليه جدا جدا في الفاولات، عشان كده استغل الموقف وبيضيع احمد منير الشوطه الاولى. الشوطه الثانيه احمد منير بيضيعها وطارق الغنام يشيلها من فوق، برافو يا طارق. وفي الاخر كره لمين؟ كره لصالح النادي الاهلي. في اعتراض من لعيبه سبورتنج، في اعتراض، الحكام لو ما عملوش كنترول المباراة هتبقى فيها عصبية جديدة يا جماعة، لازم يبقى فيه كنترول. الحكام بيتداولوا تاني عشان يقولوا مين الكرة طلعت من مين. واد ولعب حي واقف بعيد ملوش دعوة. أخيرا استقروا عن الكرة صالح للنادي الأهلي. الجرح بيطالب بتكنيكال فاولز الاعتراض زي ما حصل على النادي الأهلي. تغيير طبعا هيرجع خرش الثاني. ولا عبد الحي عشان يريح موضوع راح مدي تكنيكال فاول الناحيه دي وتكنيكال فاول الناحيه دي. اللي بيحصل ده يا جماعه مش في الباسكت بالامانه، اللي بيعمله ولا عبد الحي ده مش في الباسكت، عايز يخلص اي حاجه فبدي تكنيكال فاول هنا وتدي تكنيكال فاول هنا. معلش احنا قلنا من الاول ان طاقم التحكيم عليه علامات استفهام. كرة اوت سايد لصالح النادي الاهلي. الماتش اتعصب، الحكام مش قادرين يسيطروا، بيحاولوا يسيطروا على الماتش. 55 65 الاهلي 66 سبورتنج. اعتقد فاضل دقيقه 30 ثانيه على نهايه المباراه. كريم دهشان
معاه احمد هشام اللي نزل، كريم دهشان، كريم دهشان نهدي الملعب، شافعي مع شوشه، شافعي يلا يا مودي يا مودي يا مودي يا مودي يا مودي يا ابن الاهلي، ثلاثيه في وقت قاتل، مودي الجرحي ابن الاهلي المايسترو، ثلاثيه في وقت قاتل، يتقدم الاهلي 68-66، وفي نفس الوقت احمد مرعب يطلب التايم اوت الثاني بتاعه، وهنشوف فاضل قد ايه من الوقت، دقيقه و 23 ثانيه اللي احمد مودي الجرحي يعيد التقدم مره ثانيه للنادي الاهلي، شوطه رائعه، برافو يا مودي، برافو يا اهلي، نحافظ، ماتش عصيب، لسه بدري الماتش لسه ما خلص، لسه بدري الماتش لسه ما خلص يا اولاد. احمد مرعي القدير تايم اوت في وقت مناسب، شوف هيعمل اتاك ازاي، شوف هيعمل اتاك ازاي، طارق خيري هنشوف الدفاع اللي هيلعبه، يلا يا اولاد يلا يا ابطال عايزين الكاس، يلا يا ابطال شدوا حيلكم، طارق خيري بيدير مباراه بحنكه، ربنا يوفقك يا طارق. لعيبه الاهلي نجوم كلها النهارده، ان شاء الله ربنا يجازيهم على مجهودهم. 68-66 دقيقة و 23 ثانية على نهاية المباراة، رجع السلعاوي، يلا يا جمال وقتك دوت، سلعاوي مصطفى شافعي واحمد وطارق الغنام و شوشة، شوشة منير، شوشة، في ثلاثة أطوال في الأهلي دلوقتي بيلعبوا، منير برافو جود ديفنس يا أولاد، خمس ثواني على الهجمة، ثلاث ثواني، ثانيتين، يا سلام يا سلعاوي، أوت سايد لصالح النادي الأهلي، دفاع رائع، طارق خيري فاجئ أحمد مرعي إن هو بيلعب بثلاثة أطوال، نزل الشافعي، نزل أحمد السلعاوي، نزل طارق الغنام، عمل زون ديفنس رائع باثنين ثلاثة مفتوحة، قدر إن هو يخلي الفرقة ما تقف ما تلعبش الهجمة مرتاحة. طبعا دلوقتي انا شايف اكيد طارق خيري هيطلع لعيبه من الطوال ونزل واحد من القصيرين مودي الجرحي، فعلا مودي في الملعب اهو، برافو يا طارق. كريم دهشان بيستهلك وقتنا على ميلنا، مش مستعجلين، كريم دهشان نظهر له يا جماعه، نظهر له يا جماعه، طارق الغنام، مصطفى الشافعي، كريم دهشان، نخلص بشوط اي كلام عشان الوقت، دي بجان بول حيازه اعتقد النادي الاهلي، الحيازه للنادي الاهلي، برافو عليكم، بس هناخد كام ثانيه في الهجمه بقى، هنشوف تايم اوت تاني، تايم اوت تاني بقى المره دي اعتقد طارق خيري اللي طلبه، طارق خيري يا جماعه عمل خدعه جيده جدا بعد التايم اوت اللي فات، هو فرقة سبورتنج كانت هتهاجم على النادي الاهلي، طارق خيري غير تشكيله اللي هيدافع بيه وعمل حاجة أنا كنت مستغرب لها، عمل ثلاث لعيبة طوال بس، عمل ثلاثة طوال في الملعب، ثلاثة طوال قفلوا المنطقة الدفاعية تماما، فرقة سبورتنج ما قدرتش إنها تسجل، وفاضل 34 ثانية على المباراة، الأهلي متقدم 68-66، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هنشوف، احنا عندنا هجمه كامله 14 ثانيه، ناخد وقتنا وبعد كده سبورتنج هيبقى ليه هجمه، اما نشوف يلا يا رجاله، يلا يا رجاله، الكاس بينادينا، وبرضه طارق محضر نفس التغييرة، احمد سلاوي قاعد بره عشان ما تخلص الهجمه بتاعتنا، يبدل المود الجرح ويرجع يدافع 2 3 بالثلاثه الطوال اللي ورا، بس مهم قوي الهجمه دي يا اولاد، عايزين نحط باسكت، عايزين نحط باسكت، الشافعي
فيري جود تاكتيك من طارق خيري. الشافعي بيروح لوحده على الباسكت وبيحط الباسكت ويتقدم النادي الاهلي 70-66. ومرعي بيزعق للاعيبته، برافو يا طارق يا خيري، برافو يا شافعي، برافو يا مودي اللي عملت الاسيست، برافو يا طارق يا خيري، تكتيك رائع رائع رائع. فضى مصطفى الشافعي بقى هو الباسكت لوحديهم، احتجاج للنادي سبورتنج على الساعه 70-66 لصالح النادي الاهلي. اعتقد هيبقى فات ثانيه او ثانيتين من الهجمه، وانا شايف سامح صلاح بيعترض على الزمن، هنشوف فاضل قد ايه. مباراه عصيبه، وزي ما قلنا ونجمنا في الاستوديو التحليلي مع النجم الكابتن محمد فاروق قالوا ان المباراه هتخلص في اخر ثانيه، اما نشوف فاضل قد ايه. لسه الاعتراضات كتير قوي، سبورتنج بيعترض كتير قوي، ما اعرفش ليه. في انتظار عوده المباراه، اللعيبه رجعت واحمد مرعي بيتخانق معاهم، مش عارفين فاضل قد ايه، الحكم حسب قد ايه. واو طبعا برضو طارق خير عمل نفس التغيير، رجع السرعه وطلع مود الجرحي. في حاجه بتحصل غريبه، لازم تايم اوت تطلع من بعيد. شوشه شوشه احمد هشام، ثلاثيه. مباراه رائعه يا جماعه، 70-69 والهجمه للاهلي، بس مش عارفين فاضل كام ثانيه. لو قلنا فاضل كام ثانيه، طارق خيري بيطلب وقت مستقطع. ايوه ايوه، هاتوا لنا السكور بورد نعرف فاضل كام ثانيه يا جماعه. 22 ثانيه، يعني المشكله اللي حصلت دي كلها في 12 ثانيه. لسه كتير لسه كتير لسه كتير، 22 ثانيه 70-69. طبعا ماتش تاني لسه، ما نعرفش ايه اللي هيحصل. هجمه مهمه جدا جدا، بس طبعا اعتقد فينيت سبورتنج هتلعب على الفاول جيم، ان هم هيعملوا فاول بدري جدا على اساس يبقى عندهم هجمه، لان حتى لو عملوا فاول والاهلي جاب نقطتين هيبقى فرق ثلاثه، فممكن سبورتنج يجيب ثلاثه. اما هنشوف مرعي هيلجا للدفاع الجيد بدون اخطاء ولا لازم يعمل خطا. لازم يعمل خطا لان فاضل 22 ثانيه، مش ممكن هيسيبهم يلعبوا. فمطلوب من فرقه النادي الاهلي ان الكره الاولانيه لازم تتسلم لحد يجيد تصويبات الرمي الحره. لازم الكره تطلع للاعب يجيد الرمي الحره. يا طارق يا خيري لازم تركز على دي، علشان احمد مرعي هيعمل فاول اول ما الكره تخرج. هنشوف فكر مين اللي هيطبق، وهنشوف التوفيق هيبقى مع مين. كره في حيازه النادي الاهلي، تايم اوت ليفا، هتتلعب من النص من النصف الامامي. طلع السلعاوي بره عشان ما بيشوطش كويس، الحمد لله معظم الموجودين في الملعب بيشوطوا فاول شوتنج كويس، يعني اقلهم ما هيبقى النهارده جمال نجم كبير. اما نشوف هيسلم الكره لمين، سلم الكره للجمال عشان هو اللي يتعامل معاه الفاول. فعلا على طول لازم يتعامل معاه فاول. الجمال لازم تركز، الجمال لازم تحط كل خبراتك وتجاربك في الشوطين دول. الشوطين دول معناها ان شاء الله 90% الكاس في الجبلايه. ركز يا ابراهيم يا نجم، ركز يا نجم مصر ابراهيم الجمال. نقطتين دهب، شوطين دهب يا جمال. بيجلد رمية الحره الاولى ابراهيم الجمال. ركز يا ابراهيم، مهم مهم يا ابراهيم، يا رب معاك وما يجيبش الحره الثانيه، ما يجيبهاش كمان، ويطلع الكره اوت على ابراهيم الجمال. ربنا يستر. في هجمه وتايم اوت لنادي سبورتنج، يعني طارق خيري عمل التكتيك بتاعه ان اللي يستلم الكوره افضل لاعب مسجل في النادي الاهلي اللي هو ابراهيم الجمال. ابراهيم الجمال من وجهه نظري النهارده مش في يومه. انا كان وجهه نظري يا طارق مصطفى الشافعي اللي ياخد الكره دي. مصطفى الشافعي لسه انت منزله ومديله سكه وحاطط كورتين مكان احمد السلعاوي.
بس انت فكرت كويس، معلش هارد لك. ابراهيم الجمان كان لعيب كبير طبعا وانت بتثق فيه، ما جابهمش، ان شاء الله تتعوض. ندافع بصوره جيده، ما نعملش فاول، ما نعملش فاول يا اولاد، اهم حاجه ندافع جيد ما نعملش فاولات. اعتقد هيبقى فاضل 22 ثانيه او 20 ثانيه او 17 ثانيه في الحدود دي، فاضل 18 ثانيه فعلا. دفاع جيد يا اولاد، الدفاع يا اولاد من غير فاولات، الدفاع الدفاع الدفاع. توفيق من عندك يا رب. سبعين تسعة وستين، مباراة ممتعة وشيقة يا جماعة، قلنا لكم ان المباراة هتبقى كده، بس احنا استمتعنا بيها جدا جدا، وان شاء الله تتم على خير ويتوج النادي الاهلي بالبطولة ان شاء الله. يلا يا اولاد الدفاع يا اولاد، احنا عملنا دفاعين ورا بعض جيدين بالتشكيل المحطوط دوت. طارق خيري نزل نفس التشكيل اللي لعب عليه الدفاعين اللي فاتوا وقطع الكوره. 18 ثانيه تفصل نهايه بطوله كاس مصر. مين اللي هيستلم؟ شوشه. طارق غير، برافو عليك يا طارق، غيرها بدل زون لعبها مان تو مان. ماشي شوشه شوشه شوشه، ما جاتش. الريباوند الريباوند، برافو عليك، مين اللي عمل الريباوند؟ يا سلام يا جمال، ايه الجمال، بعد ما ضيع الكورتين وقلنا عمل خطا كبير، صلح خطاه وعمل ريباوند في وقت رائع. بس المهم ركز يا جمل، ركز يا نجم، ركز، انسى الشوطين اللي انت شوتهم قبل دول، احنا عايزين الشوطين دول يا نجم. اعتقد فاضل 10 ثواني 12 ثانيه، واعتقد مفيش تايم اوت عند احمد مرعي. يلا يا جمال، حط عصاره خبرتك والسنين الطويله اللي لعبت بيها. الجمال يلا يا جمل، ايوه يا جمل، ايوه يا جمال، في الوقت المناسب بتظهر الخبره. عايزين دي تاني يا جمال، عايزين دي تاني يا جمال. يلا يا جمال، بيسجل الجمال ثلاث فروق نقاط فارق. ايوه دفاع، ممكن نعمل فاول، ممكن نعمل فاول، ما بيجيبهاش ولمها وانتهت المباراه. والف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك للمجلس الاداره، الف مبروك لطارق خيري وجهازه، الف مبروك لطارق الغنام ولاعبته، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي. كاس غالي جدا، كاس غالي جدا جدا من فريق قوي. نادي سبورتنج بقاله خمس سنين بياخد الكاس، لكن النادي الاهلي النهارده بيستطيع ان هو يحصل على كاس مصر. الف مبروك، وسعدت بصحبتكم، تحياتي لكم، والى اللقاء في مباريات قادمه. كان معكم سيد صابر. اجيال بتسلم بعض، تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجه تن النادي الاهلي المصري مع رقم واحد. العالم شاهد على امجاده، لانه مشرف باسم بلاده، بجهد ولاده واحد 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 واحد. اجيال بتسلم بعض، تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجه تن النادي الاهلي المصري مع رقم واحد. العالم شاهد على امجاده، شرف اسم بلاده، بجهد ولاده واحد 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 واحد. وازاي في العت منصور ونلاقي النور ونقوم ونعدي، من اول يوم في الاهلي لحد اللحظه دي كله بيجي، والاهلي تملي الفوق بيفوق الكل في اي تحدي. في الاول دايما سابق وزرع فينا قيم ومبادئ، وازاي في العت منصور ونلاقي النور ونقوم ونعدي.
واحد 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 أجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد ونتيجة تنمي النادي الأهلي المصري مع رقم واحد العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 في الأهلي